متلازمة المبيض متعدد الكيسات اليوم منتشرة جدا، والأطباء بالعيادات النسائية عم يشوفوا أعداد كبيرة من الحالات، وكثير من الصبايا مجدورين عم بيعانوا من هي المشكلة. وهالمتلازمة ممكن تظهر مع بداية البلوغ والحيض الأول عند الصبية، وأحيانا لا ممكن تحتاج لفترة أطول وتظهر بعد بسنوات. تماما، وبتختلف أعراض هي المتلازمة من امرأة أو من فتاة إلى أخرى، بالإضافة لمتلازمات أخرى مثل كيسة على المبيض. فخلونا نعرف الفرق ما بين مبيض متعدد الكيسات أو كيسة على المبيض وغيرها من الأمور المتعلقة بالمبيض مع الدكتور شادي خلوفة الاختصاصي بالأمراض النسائية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا أوقاتكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني نحن حنبدأ هيك مثل ما بيقولوا من الصفر، بما أنه فعلا الحالة صارت جدا شائعة اليوم، لنوضح لكل الصبايا وكل اليالي اللي عم يحضرونا المبيض شو هي وظائفه، وجود كيس ضمنه أو على المبيض شو عم بيأثر على الوظائف. المبيض هو يعني أهم من أهم الأعضاء بالجهاز التناسلي الأنثوي، لأنه هو المسؤول عن تشكل الجريبات، عن إطلاق البيوض ضمن الجريبات لإحداث عملية الإباضة، ومن ثم طبعاً الخصوبة والحمل والدورة الطمسية وكل هالقصص. وبالتالي يعني هذا العضو أي اضطراب بيطرأ عليه هرموني رح يكون مؤثر. فإذا نحن عم نحكي عن سواء كيسات المبيض سواء ما بتعدد كيسات، هن يعني مختلفين 180 درجة. كيسات المبيض هي اضطراب هرموني متعلق بزيادة الهرمون الأنثوي، بيؤدي لوجود كيسات كبيرة الحجم، كيسة أو أكثر على مبيض أو مبيضين. بينما المبيض متعدد كيسات هو اضطراب هرموني له علاقة بزيادة الهرمون الذكري، وبالتالي احنا ما بتشكل عنا كيسات كبيرة الحجم، نحن الجريبات نفسها اللي بتكون موجودة ما بتكبر تماما. فنحن عندنا خلط دائما بالموضوع عند مرضانا بانه هي ما بتعدد كيسات، يعني هي كيسات كبيره متعدده. لا، هو كيسات صغيره جدا منتشره بشكل كبير على حواف المبيض، نحن بنسميها على الايكو بتشكل حبات المسبحه، لانه هدول الجريبات ما عم ينفجروا، لانه قشره المبيض صارت سميكه بسبب زياده هرمون الاندروجين او الهرمون الذكري الموجود. فنحن عم نحكي عن شغلتين مختلفتين كليا، بالشكل، بالأعراض، بالتشخيص، بالمعالجة، ويعني بكل شيء. بس إقراب بالتسمية. طب دكتور، بهالحالة قديش عدد الكيسات يلي ممكن يكون هو الحد الطبيعي لتواجدهم بشكل عنقودي، بشكل مختلف متفاوت، كيف بيكونوا؟ هلأ إذا عم نحكي عن ما بيتعدد كيسات، لا هن بالضبط مثل حبات المسبحة. أنت تخيلي حد بعض. تخيلي مسبحة أنت حاططيها صاففتيها وعملتيها بشكل دائرة. تمام. الحبات على المحيط، وبالداخل هو جسم المبيض خلينا نقول، بينما الحبات المسبحة اللي هن بيعادلوا بالمبيض الجريبات الصغيرة اللي هي 7-8 مليمتر منتشرة بشكل دائري على كامل المبيض، لأنه هي عم تحاول تنفجر وهي ما عم تقدر، عم تحاول تكبر وهي ما عم تقدر. تماما. مثلا هيك عملية الإباضة ما بتصير، لأنه هالجريبات ما بتكبر، فما بصير فيها بيوض، فما بصير في إباضة، فالحدثية الإباضة كلها ما بتصير. وبالتالي أغلب مريضات أو جزء من مريضات اللي هنا عندهم مبيض متعدد كيسات ما بصير عندهم إباضة، وبالتالي ما بصير عندهم دورة حمل، وما بصير عندهم دورة، ما بصير عندهم حمل. طبعا يعني هدول عشان هيك بنسمع انه في شيء له علاقة بتأخر الدورة الشهرية 100%. بينما دكتور بحالة الكيسات كيف بنشوف؟ يعني إذا كان الاختلاف بالحجم والعدد. هلا كيسات المبيض الحقيقة الموضوع الأعراض مختلف، يعني نحن كثير أحيانا بنكتشفهم بالصدفة. مريضة كان عندها مشكلة هضمية، راحت لعند دكتور الهضمية، شافها، عمل لها إيكو لا يشوف الجهاز الهضمي، اكتشف انه في كيسة وكيسة 10 سم احيانا ما انا عامل اي اعراض. وبحالات اخرى بنكتشفها بمشكله انقطاع طمس، فبتجي السيده او الصبيه نكتشف انه في كيسه. بحالات اخرى الكيسه بنكتشفها بحاله حاده اللي هي الم بطني مفاجئ بيطلع، او الم حوضي مفاجئ بيطلع انه في انفتال، في كيسه كبيره الحجم عامله انفتال للمبيض او تمزق للكيسه او. بس دكتور بهي الحاله الاضطراب بالدوره الشهريه عند الصبيه باي نوع من المكيسات هو موجود بالضبط؟ يعني اللي دائما موجود انا مثلا انقطاع الاضطراب بالغالب بالمبيض متعدد كيسات اكثر بالغالب، ولكن قد يكونوا اثنين بلا اضطراب دوره، وقد يكونوا اثنين مع اضطراب دوره. تمام. وبالتالي هي مجموعه من الاعراض. بس المبيض الكيسه المبيض صامته احيانا اكثر، فلذلك بنرجع بنقول انه ليش عم نقول دائما بنقول مراقبه دوريه هي شغله مهمه، لانه بتتجنبنا المفاجاه والحصول المخاطر اللاحقه. ايوه المخاطر. تماما. طب دكتور هلا عم تذكر حضرتك انه الكيسه ممكن يكون حجمها 10 سم
ومو حاسه المريضه. طب ممكن. شو هو الحجم اللي بيكون ممكن الكيسه قادرين انه نسيطر عليها، وشو الحجم اللي نحن يعني مثل ما قلت انه قلب الكيس؟ فشو الكيسات اللي هي بالاحجام تحت الخمسة سنتي قادرين غالبا السيطرة عليها دوائيا. تمام. نحن عم نقول رقم الخمسة سنتي هو الرقم العلمي المتعارف عليه، ولكن ممكن يكون ستة سنتي ونعطيها دواء تستفيد. بس نحن عم نحكي كرقم حدي كل شيء خمسة وما دون بالغالب يسيطر عليه دوائيا بالغالب. طبعا حسب نوع الكيس. تمام. لأنه الكيسات المبيض إلى أنواع متعددة. من المصلية للدهنية للورم العجائبي. الإيكو الحقيقة هو أسهل وابسط وسيله للتشخيص، الايكو قادر انه يحدد شنو التشخيص. طبعا شكل الكيسه على الايكو محتواها بيعطينا فكره هي لوين بتروح، هي كيسه اندومتريوز، هي كيسه عجائبيه. حسب نوع الكيسه، في كيسات الكيسه عجائبيه قد ما اعطيتيها دواء ما راح تستفيدي. تمام. بدها بالاخير يا بدك أيًا كان حسب حجمها، يا بدك تقولي خلينا نراقبها، نراقبها بس نشوف اذا بتكبر ولا لا، لانه ممكن اهمالها، يا اما بدنا نروح على استئصالها لانه المعالجه الدوائيه غير مفيده. بس دكتور حتى ما نضوع هي النقطه، نوضح للعالم كثير من الصبايا بيعانوا من كيسه عجائبيه، اصل التسميه يعني شو المقصود فيها؟ الكيسه العجائبيه هي الحقيقه مثل خلينا نقول تكاثر خلوي شاذ على جداء على خلايا المبيض، ادى لانه يكون في ضمن هالبنيه هي الكيسيه في من كل نسيج نسيج موجود ضمن هالكيسه. يعني ممكن انت ما تفتحي كيسه تلاقي شعر، شحم، دهن، اسنان، يعني ممكن يتواجد فيها اشياء غريبه نحن اشياء هي ما لها من بنيه المبيض كرمال هيك اسمها، ولكن عشيبة. هو في تكاثر شاذ لا من كل هالانسجه هي صار ضمن لانه هي غريب يكون هدول موجودين ضمن بنيه واحده اللي هي المبيض اللي هن مختلفين عنا كليا. تماما. طب دكتور ذكرت حضرتك انه في عنا حلين للعلاج، اما عمل جراحي اللي هو استئصال الكيسه او دوائي. خبرنا شوي التفاصيل عنا اكثر، يعني بنسمع شوي احيانا في صبايا بتقلك انا رغم الدواء بلاقي انه الكيسه بعد عم تكبر بالتشيك الشهري مثلا. هلا خلينا نحكي بالسياقي. تماما. اذا عم نحكي عن مبيض تعدد كيسات صار العلاج معروف، ممكن العلاج بالادويه اللي هي بتحسن مقاومه للانسولين، وبالتالي الموضوع اللي هي الميتفورمين واشباهه يعني، مع اضافه ادويه اخرى حسب الاعراض، في شعرانيه، في بدانه ما نون موجودين، في اضطراب دوره مضطرين نضيف حبوب مانعة للحمل او منظمات دوره. تماما. هذا الشيء يقتضي الطبيب يقرره حسب اعراض المريضه والوضع العام. تماما. اذا عم هون كله معالجه دوائي. اما اذا بنحكي عن كيسات المبيض، نوع الكيسه الحقيقه هو اللي بحدد العلاج، اللي هو اذا كان نحن منتجين نحو العلاج الدوائي فمانعات الحمل هي العلاج الاساسي بالموضوع لضبط مستويات الهرمونات وعودتها للطبيعي، حتى عسى انه نقدر ندوب هي الكيسه. هي ما بتروح، هي بتدوب، وبالتالي ممكن نحن ترجع تخلف، موقفنا الدواء ترجع تنكس، وبالتالي مشان هيك بنقول للمريضه خليكي استمري على الدواء. ممكن مثلا مريضه اجت راجعت عندها كيسه 5 سنتي، اعطيناها دواء شهر، رجعت عملنا لها ايكو راحت الكيسه، ممكن نخليها شهرين ثانيات على الدواء اذا ما كان في اعراض مزعجه اخرى لنثبت النتيجه، ونضل كل 3 اشهر راقب حتى نامن ما ترجع الكيسه. هلا بحالات اخرى بالكيسه الكيسات العجائبيه لا ينفع العلاج الدوائي حتما استئصال، فنحن هم مضطرين على استئصال. هلا بالكيسات العجائبيه ممكن استئصالها لازم استئصالها جراحي سواء تنظيري او بشق جراحي، ولكن كيسات الاندومتريوز والكيسات المصليه ممكن الحقيقه هلا تقنيه جديده مثل تقنيه طفل الانبوب اللي ممكن سحبها عن طريق المهبل عند المتزوجات. تماما. اي طبعا ما فينا نعملها عند غير المتزوجات، نعملها عند المتزوجات اجراء خلال 5 دقائق عن بالايكو عن طريق ايكو نسائي، بتفوت ابره لجوات الكيسه وبنسحبها كلها. هو كاجراء جراحي مؤلم، متعب، مرهق؟ لا لا لا. تمام. هلا اجراء جراحي كعمل جراحي ممكن يكون مزعج، ولكن هذا الاجراء تحذير عام نحكي ان امكن اجراؤه هو يعني تخدير لمده 5 دقائق 10 دقائق. تماما. بس مهمة كمان دكتور هي الناحيه انه نميز فكره الاندومتريوز عند كثير من الصبايا او كثير من السيدات يلي بيعانوا منها، هيك نفهمه شوي عن ماهيته كيف بينشا والعواقب اللي بتترتب عليه، انه احيانا ممكن انه يلجا لاستئصال الرحم كله اذا كانت هي سيده عندها اولاد وما بقى عندها رغبه بالانشاء. الاندومتريوز الحقيقه هو شائع ولكنه يعني خفي عن الناس، وبالتالي بنعرفه هو بطانه الرحم الهاجره. يعني هو خلايا بطانه الرحم اللي هي لما المفروض تنزل عبر الدوره الطمسيه الى خارج الجسم، هي في جزء منها بيروح عبر الانابيب بينتشر ل بيعمل انزراعات ضمن الحوض، وبالتالي هاي الانزراعات سواء على المبيض على البوقين
على أربطة الرحم، على السطح الخارجي بتكون دكتور أو الداخلي؟ شلون؟ على سطح الخارجي للأجزاء التناسلية أو ممكن داخلها أيضا؟ لا، هي سطح الخارجي، هي موجودة ضمن بطانة الرحم ولازم تطلع عبر الطمس لبرات الجسم مع الدورة الطمسية، ولكن هي راحت عبر الأنابيب لتنتشر في غير المكان لازم تكون عليه، بتعمل انزراعات. هالانزراعات هي بقع الأندومتريوز اللي هي الحقيقة ممكن تسبب آلام شديدة أثناء الطمس، هي بسموها سلاسع، يعني هي متلازمة بتسبب عسرة طمس، يعني آلام شديدة أثناء الطمس، عسرة جماع كمان، وحتى أحيانا ممكن تصير عسرة تغوط، يعني حتى أثناء عملية التغوط بصير في آلام لما بيكون الانتشار يمكن شديد. في أعراض تانية بالجسم مثلا المريضة بتلاقي عندها آلام معينة بالرأس مثلا آلام أو مزاج معين سيء؟ لا، آلام حوضية ممكن؟ بس بالحالات المتقدمة الأندومتريوز ممكن المريضة تراجع لسبب مو هي ما لم انتبهها لأنه ممكن يكون في أندومتريوز، يعني يصير التهاب زايدة ويطلع فيها أندومتريوز، يصير في نزل من السرة ويطلع أندومتريوز لما بيكون منتشر في أمكنة متعددة. تماما. وبالتالي مهم نحن ننتبه للأعراض الدورة بشكل عام، الآلام اللي ممكن تكون مصاحبة إلا نشوف إذا كان في مشكلة أندومتريوز نحلها، لأنه إذا تفاقمت رح تأثر على موضوع الإنجاب مستقبلا. تماما دكتور، في كثير من البنات أو بنسمع بالعوام بيقولون أنه لا تاخذوا حبوب موانع الحمل حتى لو كان في كيسة لأنه ممكن تؤدي للعقم، أو ممكن لما ذكرت حضرتك معلومة أنه يقلب الكيس على المبيض بيقولوا لك بيتم استئصال المبيض، هي التخوفات اللي بتصير، تعطينا شوية تطمينات. أول شغلة، حب المانع هو بسبب عقم؟ أكيد لا. تمام. وبالتالي نحن بس بكل أحوال نحن بناخده لما نحن كعلاج، لما مضطرين ناخده. هلأ يعني مناقشة موضوع منع الحمل فهو آمن إلا عن سيدات عفوا عندهم مشاكل أخرى. هلأ إذا بنروح على العمل الجراحي، نحن بالحالات الحادة انفتال المبيض تمزق الكيسة نحن مضطرين على عمل جراحي. تمام. هل نحن مضطرين نستئصال المبيض؟ لا، ممكن نضطر استئصاله ممكن ما نضطر استئصاله. والأفضل شو الحالة بتخلينا نحن مؤخرا صرنا نحاول قدر الإمكان ما نحاول نتداخل على المبيض جراحيا. تمام. قد ما فينا بالعلاجات المحافظة والجراحية المحافظة بيكون أفضل لنوفر على السيدة أي يعني اقتراب من هذا المبيض اللي ممكن يكون مؤذي له. تماما. يعني بشكل عام دكتور العمل الجراحي هو خلينا نقول هاجس مخيف عند الصبايا يلي بيعانوا من الكيسات. بالنسبة للمبيض متعدد الكيسات، وجود كيسات كثيرة وعم تعمل مشاكل بهذا المحل، هل ممكن تدخل جراحيا أو حسب حجم الكيسة؟ هلا التدخل الجراحي مو لأنه عنا كيسات، لأنه نحن اضطراب الهرموني صار شديد لدرجة عم يعمل شعرانية شديدة، عم يعمل انقطاع طمس ولا إباضة مزمنة، فصار عندنا مشكلة بالإنجاب، ما في إباضة، نحن مضطرين نتداخل أحياناً بالجراحة التنظيرية على المبيض، نعمل سلاس يعني بسموها قاعدة سلاس، هي ثلاث ضربات تخسير على المبيض كل ضربة لمدة ثلاث ثواني. طبعاً في كتير صار مثل ما بقولوا يعني اجتهادات كتير بهذا الموضوع لحتى نحن نحاول نسيطر على المشكلة ونحاول ننشط المبيض أن نصير بعدين فيه ترجع الإباضة طبيعية. دكتور يعني. لا تحاول تنشيط المبيض ترجع الإباضة طبيعية. تماما. طب دكتور هون في كمان معلومة، أنا عم حاول أسأل الأسئلة بيسألوها العوام كرمال نقدر نكون طبعاً أقرب طبعاً للمعلومة. في كتير أشخاص بيقولوا لك هي الحالة اللي هي مبيض متعدد الكيسات أو حتى كيسة على المبيض علاجها مو عند دكتور نسائية وإنما عند دكتور هرمونات وغدد. قديش معلومة هاي؟ بالمبيض متعدد كيسات الموضوع مشترك، ولكن التشخيص النهائي عن طبيب نسائي لأنه هو بده يعمل إيكو يشوف هل المشكلة موجودة ولا لا. ولكن نحن ممكن نتشارك نحن وطبيب الغدد، مو المهم مين بيعطي العلاج بالأخير، المهم هو التشخيص الصحيح والدقيق. اما بموضوع كيسات المبيض لا، الموضوع عن طبيب النسائي الحقيقة. تماما. يعني ختاما دكتور نحن بدنا نعطي هيك مثل نصائح نتوجه فيها لكل الصبايا خاصه عبر مشعر الدوره الشهريه وآلامها، كونه يمكن اوضح المشعرات بمشاكل المبايض او مشاكل الاكياس. صبيه يلي ما بتعاني ابدا من آلام او يلي بتعاني من آلام شديده او يلي بين بين، وين هي الحاله المثاليه؟ وين ممكن يظهر عندي الخلل؟ ما في آلام صار بعدين في آلام او كيف بالضبط؟ هلا هو كل صبيه او سيده بتعرف كيف شكل الدورة وكيف الحالة العامة خلال أيام الطمس وما قبلها، هي حافظته، وبالتالي النصيحة أنه أي تبدل بيطرأ على هالحالة يستشار طبيب فيها لنشوف هي ضمن الطبيعي ضمن سياق طبيعي ولا بحاجة إلى تدخل ما لمراقبة لإيكو لأي إجراء تشخيصي. فالصبية هي اللي بتحدد هل اضطراب هل في اضطراب ولا لا، وبالتالي اذا شافت انه في اضطراب لازم تستشير، في تغير بدم الطمس وكميته، في الام صارت جديد، الام صارت كثير،
كمية الدم ومدة الدورة تغيرت، في تأخر، في تقارب، كل هذا أعراض هي بتقدر تحددها لتعرف أنه في مشكلة، وبالتالي خلينا نستشير طبيب. شهر واحد بكفي دكتور؟ أحيانا كتير صبايا بيقولوا مثلا هالشهر فرقت، شهر واحد كافي أو لازم يكون في عدة أشهر للتغير؟ بس إحنا حتى هذا الشهر قد يكون هو كافي لأنا أعرف أنه في مشكلة هلأ، تمام، او كافي لانه اقول انه هذا الموضوع ضمن السياق الطبيعي، خلينا نراقب، ممكن الجسم يرجع يصلح الاضطراب الهرموني لحاله اذا ما كان في مشكله. تمام، قد يكون دكتور هو التشيك بالايكو بشكل دائم للفتيات موجود بكل العيادات يعني، او غير المتزوجات، هو يعني الحاله التطمينيه الايكو بطن بسيط وسهل وسريع، نقدر عن طريقه نحط التشخيص الكافي. تماما، كل الشكر لك دكتور على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ودائما مبسوطه انه بتقدم لنا اياها بطريقه سلسه بسيطه نقدر يعني توصلنا بطريقه هيك يعني خطيرة. هذا حتى الناس قدر الامكان تقدر أكيد. تستوعب شيء عم يحكي. اليوم مجدين انا وانت بعتقد سالنا اسئله فعلا كثير من الصبايا بيعانوا منها، بيفكروا فيها وبتصير احيانا مؤرقه عندهم، واكيد اهل الاختصاص هن بنهايه الفصل. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك دكتور. شكرا.